أنا بالنسبة لي فرحة كبيرة قوي بستناها كل سنة. أنا هقول بس 3 كلمات، عاوز أعلمكم صلوة في رأيي ضروري في الكرازة، وتدريب، ومش عارف أسميها إيه التالتة، موقف من الحياة. الصلوة اللي أنا اتعلمتها من أول ما ابتديت الكرازة، بحاول تبقى مع كل نفس: يا رب اديني حكمة واديني نعمة. الخدمة بتاعت الكرازة صعبة قوي، مش حاجة تقليدية. ما كانش ربنا هو اللي يديك الحكمة ويديك النعمة، مش هتعرف تعمل حاجة، مفيش ولا حاجة هتتحرك. ففي كل خطوة يبقى الواحد فعلا بيصلي من قلبه الجملة دي، تقولها بأي طريقة: يا رب اديني حكمة، يا رب اديني نعمة. الحكمة عشان تعرف تقول ايه، ما تقولش ايه، تروح فين ما تروحش فين. والنعمة هي اللي بتفتح لك الأبواب، لأن شغل الكرازة من غير نعمة مستحيل. عشان واحد يتقبل الإيمان، لا، دي ده شغل السماء، فاحنا بنشتغل مع النعمة والنعمة بتشتغل بينا. التدريب اللي عاوز أقوله لكم: خلينا نتقن كلنا التشجيع. أرجوك تعود تشجع كل شخص تقابله، لأنه كلمة التشجيع أولا دي صفة من صفات المسيح الوديع. التشجيع بيخلي الحياة إيزي، بيخلي المشاكل أسهل، بيخلي النفسية أفضل. في ناس بطبيعتها عاوزة كل حاجة 100%، عاوزة الدنيا تبقى على مزاجها. الناس دول تعبين روحهم وتعبين اللي حواليهم. إنما خليكوا طيبين زي ربنا، شجعوا كل الناس. حاول تبقى على لسانك النقد وتمنعه، وتطلع كلمة تشجيع عكس اللي انت كنت هتقوله. الاتيتيود بقى اللي نفسي تعيشوا بيه ككارزين حتى لو ما سافرتوش، هو الاكسترا مايل. انك انت بتتعامل مع اي انسان حبه اكتر من العادي. ممكن تتعامل باحترام، في غيرك كتير بيتعامل باحترام، عاوزين درجة احترام اعلى من العادي. ممكن تخدمه، في ناس ممكن تخدمه، عشان المسيح يبان لازم تخدمه أكتر من العادي. ممكن تدي 20 جنيه، ادي 50 جنيه، خليك أكتر من العادي، لأن الأكسترا مايل هو أول خطوة في الكرازة. وطول ما أنت بتحب فوق العادي، هتلاقي الأبواب بتتفتح كلها. خلي موقف السامري الصالح في شغلك، في الشغل، في العمارة، في الشارع، في مستقبلك، في المشاكل. خلي فكرة أكتر من العادي شغلك. تأكد إن ده هتشوف بيه يعني إيه الكرازة، مش محتاجة كلام كتير. يبقى صلوة بتقول: يا رب اديني حكمة واديني نعم. وتدريب: شجع والديك، اخواتك، اصحابك، مراتك طبعا، زمايلك، اي حد، كل اللي تشوفه شجعه. 3 اتيتيود كده من كل الناس، موقف من كل البشر اللي هتتقابل معهم طول حياتك. Try to express the Christian love with an extra mile. ده تعبير المسيح لما قال: من سخر كميلا اذهب معه 2. مبروك عليكم شباب، فرحان بيكم، اهلا بالناس اللي جايين يسقفوا لنا. نشكر ربنا على أولادكم الحلوين، فخورين بيكم كلكم. أتمنى ربنا يشتغل بيكم كلكم، ونشوف منكم مكرسين مدين كل حياتهم للكرازة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.